السلام عليكم الاصدقاء ديالي اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. اصدقائي الاعزاء، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا ملخص مباراه المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي لاقل من 23 سنه. المنتخب الوطني المغربي هو اللي كان مع الزلزولي والخنوس وفزنا بكاس امم افريقيا مؤخرا. اصدقاء ديالي، المنتخب المغربي انتصر على المنتخب البرازيلي بواحد الصاروخيه عالميه، والهدف الثاني اللي صراحه واضح وضوح الشمس وجا الحكم حرم من الهدف الثاني، كان المنتخب غادي ينتصر بثنائيه. اصدقاء ديالي، غادي نخليكم تشوفوا الملخص ديال المباراه، حكموا وعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. قبل مشاهده هذا الفيديو كنتمنى الضغط على زر ديال اللايك وبارطاجيو لنا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقائي الاعزاء، ندوزوا مباشره نشوفوا الملخص ديال المباراه ونتلاقاو. اصدقائي الاعزاء، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. ناس اللي مازال ما دارش لينا لايك، ما كرهتكمش اصدقائي الاعزاء، الضغط على الزر ديال اللايك وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بجديدنا. ما تنساو تشتركوا في القناه وتفعيل زر ديال الجرس. تهلاو لي فراسكم، كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.